إذا كنت بتعاني من اضطراب القلق الاجتماعي، أكيد عندك خوف كبير من حالات معينة. هالأمر بيختلف من شخص لآخر. البعض بيخافوا من التكلم أمام مجموعة أشخاص، البعض الآخر بيخافوا يلتقوا بالعالم، في يلي بيخافوا من النشاطات الاجتماعية. شو ما كانت درجة معاناتك من هالاضطراب، فأنت على الأرجح عم تختبر عوارض مثل التعرق المفرط، احمرار الوجه، تسرع نبضات القلب وغيرها من عوارض القلق. من الأفكار يلي رح تختبرها هي إنه الناس عم يكونوا عنك رأي سلبي وعم يضحكوا عليك.